حان وقت البطولة. هيا بنا أيتها الغزالة الكبيرة. هذا ينجح عادة. غير نافع فلان أرغوس. تنازل عن الأومنيتريكس وسأنهي هذا بسرعة. لما الاستعجال؟ لم أضربك حتى الآن. لن تستطيع. افعل ما تريد، سأجد طريقة لأتغلب عليك. ليس من الجيد مقاتلته من هنا. علي الصعود للأعلى. لن تصمد أمام هذه. لا يمكنك أن تؤذيني. لابد أنك تمزح ولا حتى خدش. يا جندي تحرك. خطأ. إنها فرصتي. أمسكت بك الآن. هذا الشيء أثقل مما يبدو. القائد يأمر. هلا صمتت؟ أيتها الأصوات لا يمكنني التركيز. أردت سباقا عاديا، هل هذا كثير علي؟ لا، أنا قادمة. يمكن لهذا العقاب أن ينتهي الآن إذا سلمت الأومنيتريكس. أذرعي الأربعة تخالفك الرأي. رائع جدا. أيمكنني سحب كلامي؟ أنقذتك. شكرا. أظنني أفقد عقلي. لكنك لا تملكه. صحيح. ظريفة. لا يمكنني التغلب على هذا الشيء، فكلما تحولت تشتت تلك الأصوات انتباهي. أتمنى لو أن تلك الأصوات تخبرنا بشيء مفيد الآن. فكرة رائعة. أي فكرة رائعة؟ بن؟ إن لم أستطع إبعادها، علي فعل العكس وتقريبها إلي. ماذا؟ كنت أضحك فحسب. إنها فكرة سيئة. لنقف ونرى ما سنفعل. لا فائدة من الاختباء يا صبي. لا تقلقي، سأتولى الأمر. انتظر، لا نعرف إن كانت فكرة جيدة. لدي روبوت للتغلب عليه. ماذا تفعل؟ لديك سباق للفوز به. فين؟ لا! عدت لدرس آخر في الألم. أعتقد أنني سأتشارك معك. اقبل تدفق الطاقة. هيا يا بن، أنصت فحسب. ركز، العقل، فولمن آي، انظر، سلاح. سلاح؟ أوكي، ما رأيك في هذا؟